لا يا عم، وصلت ايه يعني؟ مفيش ما بيننا الكلام ده. لا لا لا، مفيش ما بيننا الكلام ده. ايه؟ بص يا اس، محدش يضمن الموت من الحياه، وبعدين انا اصلا لولا الظروف اللي احنا فيها دي انا لا بحب السلف ولا بطيقه. بعد الشر ليه بس التفويل ده؟ وبعدين بكره ان شاء الله ربنا يكرمك ويبقى معاك فلوس قد كده، وانا يا سيدي اللي استلف منك. انت مش متخيله انا متفائل بالابلكيشن بتاع فراوله قد ايه. هي بس تشوف النسخه التجريبيه بكره وتوافق وهننطلق على طول. انا عايز اقول لك ان الشيك ده انا يعني احنا نصرفه على الابلكيشن. اي ابلكيشن في الاول بيبقى محتاج زقه كده. صح، ربنا معاك ان شاء الله، ربنا يكبر بخاطرك، وبكره ان شاء الله فراوله تقتنع بالابلكيشن، ويا رب يا رب يجعل في وشك القبول يا صفصف يا ابن. هو امك اسمها ايه؟ صفي ناز، وبيدلعوها يقولوا لها يا صفصف برضو. ده البيت عندنا بايظ، ده ابويا بيطلع يقول صفصف، انا رد، ماما ترد، نبقى محدش كله منفذ على بعض. لا دي اكيد قصده بقى، اكيد قصده تحارب باباك. على فكره ايه، انا عايز اعرفك عليها. صفي نار. صفي نار ايه؟ والدتك صفي ناز. يعني هي ليه في حاجه ولا ايه؟ بصراحه بقى الكلام بتاع فراوله عمال يرن في وداني. ايه؟ زحمه ودوشه وقاعدين جنب بعض، وانا قلت اكيد مش استاد. طبعا بعد ما روحت قعدت افكر في الكلام، استاد ايه يا عم؟ قول بقى. ايوه كده شفت. اي بس مش مهم، المهم ان انت ركزت ورجوع عن حق فضيله. ايه بقى؟ انا بفكر اخدكم ونروح مسرح، لانه هيبقى زحمه ودوشه وهنقعد احنا الثلاثه جنب بعض. مسرح؟ يعني انت لما حسيت ان الماتش بعيد فالمسرح هي اللي صعب؟ ايوه، ما اصل انا دماغي راحت لميت حاجه. ما ممكن تبقى مدرسه بقى زحمه، ممكن تمشي حضانه، ممكن تبقى عزا. صح. او واقفين في طابور تموين بقى يعني. ما جاتش في دماغي ديت برضه. ممكن تستعبط يا صفوت. بصراحه انا بستعبط يا اس، وخايف افهم صح. يعني ايه اس اس؟ ايه، انا معجب بيكي من اول ما شفتك. ايه اس اس؟ انت من ساعه ما عينيكي جت في عينيا في سهم خرج. سهم ايه؟ سهم خرج. طب والنبي يا صفوت، بس اتك على الحروف عشان دي لحظه مش هتتكرر تاني في حياتي، فدوس على الجيم. سهم كيميائي خرج من عينيكي، رشق في قلبي. ايوه. انا عايز اقابلك انا وماما عشان ايه؟ عشان اتقدم لك. لا انت فاجئتني. معقوله في حد يفاجئ حد كده؟ المفروض الامور دي تيجي بالراحه وعلى مهلها ويبقى في تمهيدات. اس، انت في حد في حياتك؟ لا والله ابدا، انا قصدي يعني بس تلمح لي، استخير، ارد عليك. ايه رايك يوم الثلاثة الجاي؟ ثلاثة الاسبوع اللي جاي؟ لا بكره. فاضي؟ انا فاضي. وانا فاضيه. شي سيد يس، شي سيد يس، يس. عايش بربوزه صغنن. مؤنس ابو الليل، حضرتك يمكن ما تعرفينيش كويس يا فراوله هانم، بس لو سالتي في سوق تصنيع واستيراد الادوات المنزليه تعرفي مين مهندس ابو الليل. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا. انا مش هاخد من وقتك كتير، لان وقتك ووقتي من ذهب. هو يعني لو هنتكلم على جلسات العلاج بالطاقه فهي مش بالفلوس دي اللي حضرتك جايبها خالص. لا لا، انا مش جاي اتعالج، انا جاي قصدك في استشاره غاليه جدا. هو حتى لو استشاره، الاستشارة مش هتكون بالمبلغ ده. شوف يا فراولة هانم، أنا مستعد أدفع قد الفلوس دي مرة واتنين وتلاتة في سبيل خدمة واحدة، إنك تقضي على عماد الغول. أنا الحقيقة مش عارفة مين عماد الغول ده خالص. منافس بتاعي في السوق، كان شريكي وخد مني سر الصنعة واشتغل لوحده. بس يرضيك يا فراولة هانم انه يحرق الاسعار قدامي في السوق؟ ايوه، بس انا مش فاهمه انا ايه علاقتي بالموضوع. لا، ما هو حضرتك لازم تساعديني. كل الناس اجمعت ان فراولة هانم تقدر تعمل اي حاجه. حضرتك بقى شوفي كده الفلك، النجوم، الكواكب، اي حاجه من دي. يعني حضرتك فاهم غلط خالص، انا ما بشتغلش بالطريقه دي. لا، ما هو لازم تساعديني يا فراوله هانم، ما هو ما فيش حد غيرك يساعدني. انا لفيت كتير وسالت وكل الناس دلوني عليكي. اللي دل حضرتك عليا دلك غلط. انا كده فهمت، عماد الغول سبقني وجالك. لا لا حضرتك فهمت غلط، انا عمري ولا شفته ولا سمعت عنه ولا اعرفه اصلا. طب اقول لك على حاجه، فضل. انا عندي حل حلو جدا ملوش علاقه بشغلي ولا بشغل حضرتك. انا شايفه انكم تقعدوا الاثنين مع بعض تتكلموا والصلح خير. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا استاذ شندويلي.
دقيقة واحدة. اتفضلي. دقيقة فضلي. واحدة أنا هاجي لحضرتك على طول. اتفضلي. بسيطة على اساس ان هي مفاجأة وكده. حبيبتي ما دي ابسط حاجة عندي، وبعدين يا فراولة هو انا هتخطب كل يوم يا حبيبتي؟ ماما هو فين؟ هو اتأخر ولا ايه؟ ايه بنتهته ليه؟ قال لك مش جاي؟ رجع في كلامه صح؟ طب ما قلتليش ليه؟ ده انا خلصت نص مخزون اللون اللي فيك يا مصر، ده غير بقى ال 570 اللي انا كعيتهم للبت الماكير. قالت لي لا اصل دي خطوبة مش سواريه، ليه كده؟ ليه ما قلتليش ليه؟ نفسي افهم. لله عمري ما المفاجأة دي كنتش متوقعة خالص ان انا اشوفك قادر تعند فراولة. اتريكي عشان كده يا بنت الايه دي؟ كنت انا وبابي في السوبر ماركت عادي، كلمتني يمكن عايزك دلوقتي حالا وانا مش فاهمة ليه. اتريكي انا وبابي. اهلا وسهلا يا عم، ازي حضرتك؟ اهلا اهلا. فين بقى؟ فين باباك ومامتك؟ فين؟ هموت واشوفهم. مايا طايا، مايا وطايا ولاد اختي. ايوه اعمل بيهم ايه؟ فين امك وابوك؟ بقولك ولاد اختي دول عبقره. عبقره؟ لا عبقره نوديهم القاهره والناس، انما انا مين هيحط ايده في ايد ابويا ويقرا فتحتي؟ هنتخانق مع مين على القايمه ونمسك في مين على المهر؟ يا مكنه الخطوبه عقبالنا كلنا عشان تعمل لي بروبوز بالورد. بروبوز بالورد زي فول بالبيض يعني ولا ايه؟ فول بالبيض. اعمل لي بروبوز بالورد يعني، انزل على ركبتك وقدم لي الورد كده. يلا يلا. البدله ضيقه نمرتين هتفزر مني. تفزر منك ان شاء الله مش هتفزر، وانت جايبها ضيقه ليه؟ وانت عشان كيرفي هتقرفنا. يلا يا اسطى. يلا يلا يلا. علي هوب. طب يلا يا جماعه على جوه بقى. لا 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 مش هنخش كده عادي، لازم يشيلني. يلا يشيلني. انا هشيلك في عينيا والله. لا دي حاجات هنبقى نعملها بعدين، دلوقتي هتشيلني بجد عشان امشي. بجد ولا بتهزر؟ بجد والله. زي ايه يا عروسه؟ يلا شيلني. لو زي ايه يا عروسه؟ اشيلك. ايوه شيلني طبعا. اشيلك ايه؟ شيلني. اوبا شيلها 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 شيلها. مش ايه مش ايه يا جماعه؟ شيلها شيلها. ايه يا جماعه بتقولوا؟ ايه يا جماعه؟ انا الحقيقه ما توقعتش ان انا ممكن اشوفكم انتوا الاثنين في وقت واحد يا بهوات. ده انا اللي ما كنتش متصور ان اللي حصل ده كان ممكن يحصل. انا كمان ما كنتش اتوقع ولا يجي على بالي انه ممكن يحصل. ولا انا. بصوا انتوا الاثنين جيتوا لي غلط، وانا ما كدبتش عليكم، انا قلت لكم الحقيقه، وممكن ارجع لكم فلوسكم كلها اللي انتوا دفعتوها. سوري. لا 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 مش ممكن. فراوله هانم، ده ما كانش اتفاقنا. ايوه وانا ما اقبلش حاجه زي كده. عموما يا جماعه انا تحت امركم، من ايديكم لدي لايديكم دي. في الحقيقه اخر حاجه كنت اتوقعها اني اطلع حمار. العفو يا فندم. لا العفو. لا انا لا اخجل اني اعترف بالحقيقه ديت. فراوله انت طلعت صح. انا صح؟ ايوه طبعا. ايوه فراوله، احنا جينا لك احنا الاثنين كل واحد على حده يطلب منك انك تقضي على التاني، لكن انت قلتي ما ينفعش، عشان كده قعدت انا ومؤنس واتكلمنا مع بعض واتصافينا واتصالحنا كمان. كلمه انت قلتها لي الصلح خير، من ساعتها بترن في وداني لحد النهارده. طبعا انا صح يا جماعه، قضيتوني. طبعا انا صح، بس انا ما عملتش حاجه يعني. انا سحبت منكم الطاقه السلبيه واديت لكم من طاقتي الايجابيه، وهي دي فراوله. اهم حاجه يا انتوا اتصالحتوا خلاص يعني. صافي يا لبن حليب يا فراوله. الحقيقه انا وعماد عشره عمر اللي بينا كتير قوي، اللي بيحصل دوت حاجات ملهاش اي لازمه، حاجات صغيره. اتفضلي يا ستي، انا مجهز لك شيك اهوت بنفس المبلغ اللي اديته لك قبل كده. انت تستاهلي كل خير. ايوه فراوله طبعا، وده كمان شيك مني انا بنفس المبلغ طبعا. ما مش معقول مؤنس يطلع اكرم مني. ده اكيد يعني، وانا استاهل بصراحه. طبعا اللي اتقال عنك يا فراوله
أقل كتير من الحقيقة. أنت تستاهلي كل خير، هنتقابل تاني وتالت. طبعاً تاني وتالت. أنت بصراحة اللي بيعرفك طاقة القدر بتتفتح له، الرزق بيجي له من كل حتة. الحمد لله. طيب يلا نستأذن عمدة. اتفضل يا مهندس. لا اتفضل انت. لا لا ما يصحش، انت الكبير. مين اللي قال كده؟ خلاص اتفضل. لا تزعل، انا الصغير وانت الكبير. هو الكبير بس سابخ. عموما ربنا يخليك لي، صفصف كلفت نفسك. كلفت نفسي ايه؟ مفيش حاجه تغلى عليك يا اس يا قمر، كفايه اللي انت كعتيه في الخطوبه اصلا. لا والله انا ما كعتش حاجه، دي فراوله الهي ربنا يخليها، هي اللي صممت وهي اللي عملت كل الليله دي كلها. يا رب عقبال ما تتخطب وردوا لها بفرحها ان شاء الله. اس انا من ساعه ما شفتك وانت خطفتي قلبي بجد. انا قلت لا يمكن اللي يكون ما بيننا شغل وحكايه عابره كده، دي كيمياء نادره. قصه اس وصفوت لازم تبقى على كل لسان. سيدي ربنا ما يكتب علينا الفضيحه، والنبي ما تكلف نفسك تاني. بص يا صفصف، احنا خلاص، انا دلوقتي مش غريبه عنك، انا خطيبتك يعني في مثابه مراتك، والفلوس دي احنا اولى بقى نحطها في بيتنا في مشاريعنا. صح، اكلف نفسي ايه؟ ما تحرجنيش بقى يا اس، دي هديه بسيطه خالص على فكره. القليل منك كتير والله عندي. صفصف محظوظ باس اس 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 يا بختها بصفصف. لا صفصف اللي محظوظ باس اس. طب نخلص بقى. يلا. يلا افتحي كده وسمي بقى. يلا هموت واشوف دي ايه. نضارة؟ فنتي. فنتي؟ الله دي تحفة. أول ما شفتها في الباترينة لقيتها بتقولي خدني وخدتها. يا بختها. شبهك يا اس في كل حاجة، صغنونة. أيوة. شقية. أيوة. بس راسية يعني. تقيلة يا أخويا. تقيلة في قيمتها. ماشي يا رب تعجبك. دي تحفة، دي حلوة جدا، ربنا يخليك. بس برضو ما تكلفش نفسك تاني. ها في ايه يا اس؟ انا بس ربنا يكرمني ويديني وهتلاقيني جبتلك الهاي كوبي على طول. هي دي مش اوريجينال؟ لا دي الكوبي. يعني مش هاي حتى؟ انا لقيت الاوريجينال مش شبهك. مش مهم، انا راضيه، دي بساطتها في شياكتها، اوعى تزعل. يلا بقى، يلا نقوم نروح ولا ايه؟ مش ناسي حاجه؟ لا. ايه شي؟ انده على الراجل، مش هو صاحبك؟ معلش. انده على الراجل ايه؟ انده على الراجل ايه؟ الشيك بتاع الابلكيشن. معلش يا صف. والله يا حبيبي انا مجهزه لك، حقك علي. بس القعده معاك بقى تنسي كل حاجه. خد، عايزك بس ايه تصرفه على طول وتقبض الموظفين ايه اول باول، ويا رب بقى اشوف اي حاجه من الابلكيشن. انا عايز اقول لك ان الابلكيشن ده بس يشتغل في ظرف شهر هتلاقينا جبنا الفلوس دي كلها. دراسه الجدوى اللي بتقول كده مش هنا. ان شاء الله يا رب خير. شطريني بقى النضاره عليكي. حاضر. قلت يعني خليها لخرجه ثانيه بالنهار بس. ايه رايك؟ الله لايقه عليا صح؟ عسل عسل. عشان هي مربعه وانا وشي مدور. تمشي. يلا يلا بينا. يلا بينا. يلا. انا باخد العلبه دي. رايحه فين النار؟ النار دي النار. معلش انا قلت يعني كنتها الشمس. لا دي النار. طب اقلعيها دي الصبح. من امير. امير اتفضل. الو. اهلا يا استاذ امير. انا عاوز اقول ان العلاج بالطاقه حرام شرعا وفكره شيطانيه، وهي دخيله على الاسلام، ملهاش علاقه بالاسلام ولا بالمسلمين. الله يفتح عليك. ولا اصول بوذيه قائمه على الخرافه، وفكرتها بتعتمد على اعتقاد مشوه للغيب، وزي ما كلنا عارفين كذب المنجمون ولو صدقوا. هو اكيد حضرتك ملخبط بيني وبين حد تاني، لان انا عمري ما اتكلمت على الغيب، ولا اتكلمت في الطاله، ولا اتكلمت عن الابراج، ولا اتكلمت على حاجه من الحاجات دي خالص. انا بتكلم على الاحجار، والاحجار دي خلقها ربنا وموجوده معانا في الارض، فبتدينا طاقه ايجابيه، ما نستخدمهاش ليه؟ البركه مش عندك يا فريال، وما انتش مبروكه ولا صاحبه علم، ولو ناسي اصلك افكرك بيه يا فريال. هو حضرتك فاكر ان انا هخاف مثلا لما تناديني باسمي؟ اسمي فريال، واسم الشهره فراوله، والصوت ده مش غريب عليا خالص، وانا عارفه مين اللي بعتك، وعارفه كمان ان اعداء النجاح افرسك كتار جدا، بس انا مش هستسلم وهكمل، وهفضل ادي طاقتي الايجابيه لكل واحد محتاجها.
طيب يا جماعه، طبعا احنا عاوزين اللي يحاول ان هو يتصل او يستفسر يلتزم بحدود عدم التجريح او التشويه. فاصل سريع ونرجع نكمل من بعده حلقتنا، خليكم معانا. فراوله، فراوله، عايز ايه؟ انا رحت لك البيت فمنصور عليك ان انت بتصوري هنا. انت ايه اللي جابك اصلا؟ انا جيت عشان اعتذر لك، انا ما كانش قصدي اني اختفي كده واسيبك تستنيني لوحدك. اوعى تكون فاكر ان انا مثلا اتضايقت او اتاثرت. الوقت اللي حضرتك اتاخرت فيه انا اتعشيت احلى عشوه اتعشيتها في حياتي. عارف اتعشيتها مع مين؟ مع نفسي. طب انا اسف، انا اسف ان ده حصل، بس انت قيمتك عندي عالي قوي، لو غير كده كان رد فعلي هيبقى مختلف. وايه رد فعل اوحش من اللي حضرتك عملته؟ ها؟ لا، في اوحش، خصوصا ان انت دايما بتتكلمي عن ارواح الناس وانهم مش لعبه ولا رهان. وايه علاقه ده بان حضرتك تختفي وما تكلمنيش وما تعتذرش؟ لا ليك كتير، الحاله دي كان مريض عندي بيتعالج زي ندى اللي انت شفتيها يوم ما اتقابلنا اول مره وانقذتيها، بس للاسف الحاله دي ما انقذتيهاش، الحاله دي اتاذت. يعني انا السبب؟ ما اقصدش، بس انت ليكي مسؤوليه في اللي حصل. الحاله دي دخلت المصحه بسبب انها كانت رافضه تتعالج بالطب، عايزه تتعالج بالطاقه. هذا هو البيت؟ هو ده، تعال يا عم مغاوري، عم مغاوري، عم مغاوري. ايه في ايه؟ الله يخرب بيتك يا غنان، يلا خليهم يتفضلوا. تدخل قدامي. البهوات عايزين خلاص وقت يا عم مغاوري. ها، هتبيع على كام؟ على سعره في السوق. اللي هو كام يعني؟ 15 مليون، ما انت عارف يا غنان. نعم يا حبيبي، 15 ايه؟ ليه ان شاء الله؟ انت فاكرنا سياح؟ لا طبعا، انت تحنن قلبك كده شويه علينا، عايزين نخلص. نحن نريد من الاخر يا عم مغاوري. عايز كلام من الاخر يا عم مغاوري؟ 15 مليون جنيه ما ينقصوش مليم، انا جالي فيه 14 ونص ورفضت. ليه؟ واحنا هنشتري خوفو؟ جرى ايه يا استاذه؟ ما انت عارفه وانا عارف البيت ده تحتيه كنز. مغاوري بلاش لت وعجن بقى في الكلام كتير، مشيها 14، اعمل خاطر لمجيتنا يا راجل. عشان خاطرك يا جندي انا هاخد من القبلة 14. والحجر يستاهل. يستاهل ايه؟ مش لما نشوفه الاول ولا احنا هنشتري سمك في ميه؟ خلاص خرجوني منها، ماليش دعوه. يا ريت تخرج، اقعد بقى في الكارته بدل ما انت قاعد تطبل له كده. انا كل المبلغ اللي معايا 7 مليون بس الحقيقه. استطيع ان استشعر بطاقه الحجر في هذا المكان. انا كمان استطيع ان اشعر، بس كل المبلغ اللي معايا 7. سوف ادفع لك الباقي. فراوله انت يا بنتي مجنونه؟ هترمي في البيت ده 14 مليون؟ انت بترمي فلوسك على الارض يا بنتي. الفلوس بتجيب فلوس، ما تخافيش. والنبي ما تكسفنيش يا عم مغاوري. يا ابله يا ابله، انا كلمتي واحده، وعشان ما تفكريش كتير، خدي ده رقمي، خدي قرارك واتصلي بيا. انت تعرف الشيخ علاء؟ مدد، مدد من غير عدد يا سيدنا الشيخ. مين؟ مين انت؟ ايوه ايوه. اهلا وسهلا. اهلا. نعم يا ست فراولة، أخيرا عرفت إن ليك أب. حقك علي. بس أنا كنت عايزك في خدمة. خدمة؟ مين أنا؟ هخدمك بقى في إيه إن شاء الله؟ فلوس تاني يا صفوت؟ إيه؟ أنت شايفني قاعدة على بنك؟ صفوت؟ إيه صفوت دي؟ أمال فين صفصف يا إس؟ معلش، طلب الفلوس الكتير نستني اسمي. فلوس ايه؟ احنا بنعمل ابلكيشن جديد ولسه بنقومه، اكيد محتاج مصاريف كتير جدا. ما انا عارفه ان هو محتاج فلوس عشان انا اللي بدفع الفلوس دي، بس انا ما بشوفش حاجه من الابلكيشن ده خالص، وانت مش فرح بس غير في هاتي هاتي هاتي. لا لا لا، انا ما اسمعلكيش يا ساميه. ساميه؟ ساميه، ساميه سوشيال، بتاعت السوشيال ميديا. في ايه يا حبيبي؟ ما تطلع لي صداع عليها فضايحي، انت بتعرفني بنفسي؟ شفت بقى الكلمه بتوجع ازاي؟ لا ما بتوجعش وما ضايقتنيش على فكره. انا ساميه سوشيال وافتخر، واي حد في الدنيا يتمنى يبقى في ربع مكاني. ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب بص يا صفوت، عشان خناقه ما تكبرش بقى بينا، تعالى كده نستهدى بالله
وانا عايزه افهم انت ليه بتتجنبني خالص في الابلكيشن ده بالذات؟ هل انت شايفني فاشله؟ بلاش يا سيدي، براحتك، عايز تعمله لوحدك كمل، بس على الاقل اديني بقى انا ورقه فيها تفاصيل الاسعار والفلوس اللي انت خدتها دي اتصرفت في ايه عشان انا ابص فيها كده وافهم وارضي ضميري. وانا بصرف الفلوس دي على نفسي يعني؟ بخرج مع بنات بالليل واصرف عليهم فلوس الابلكيشن؟ ما انت عارفه ان الابلكيشن لازم يترجم بكل لغات العالم وده تكلفته عاليه جدا. ايوه وما اشتغلش لحد دلوقتي. ما انا شغال عليه اهوت والاسعار كل يوم بتزيد، ولا انت مش من هنا؟ لا عايشه هنا وعارفه ان الاسعار كل يوم بتزيد لان انا اللي بدفع الاسعار دي وعارفه الجنيه بيتجاب ازاي. سيبك من اللي فات، تعالى بقى نسيبنا من الهري ده كله. قولي انا هشوف اي حاجه عن الابلكيشن ده امتى؟ قريب جدا. قريب ده اللي هو امتى؟ لا لا شوفي حد تاني يعمل لك الابلكيشن، انا مش هقدر استحمل الضغط ده كله. انا كمان اللي بضغط عليك؟ ايوه بتضغطي عليا ومش واثقه فيا وبتخونيني. انا راجل على فكره ودم حامي ومش هستحمل. بخونك ايه؟ كل ده عشان سالتك على التفاصيل؟ بتخونيني وتقولي لي تفاصيل؟ احنا الكيمياء اللي ما بيننا عمرها ما كان فيها تفاصيل. تقريبا انا اللي غلطان ان انا مش عايز اضيع لك وقتك وادخلك في تفاصيل. خساره. لا 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 يا صفوت، لا سيب الشنطه دي لو سمحت، ما توصلش لكده. انت ايه هتمشي وتسيبني؟ لو سمحت سيب بقى الشنطه. صفوت في ايه؟ انتوا واقفين بتتفرجوا على ايه؟ كل واحده على شغلها، اتفضلوا. اقعد بقى انت كمان. انا اسفه. اقعد بقى يا صفوت بقى، خرجتني عن شعوري يا اخي. خلاص يا سيدي ما تزعلش، ولو على الفلوس انا هديها لك. لا 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 انا مش عايز فلوس، الفلوس دي مش ليا، الفلوس دي للابلكيشن على فكره. خلاص يا سيدي ولا تزعل نفسك، انا هديها للابلكيشن مش هديها لك انت. خلاص بقى اضحك اضحك بقى والنبي. انا بزغزغك والله، في ايه؟ طب وحياه مامتك صفصف لا تضحك. يعني بتضحك عشان امك وانا لا؟ يا ابن اللذينه. ماشي نتكلم بقى جد، انا بجد هشوف الابلكيشن ده امتى؟ نقول بعد يومين ثلاث ايام؟ اديني اسبوع. ماشي يا سيدي مش هنزل لك كلمه. اسبوع يا احلى صفصف. ماشي يا اسس. وايه النضاره الحلوه دي؟ مين اللي جاب لك الهديه دي؟ النضاره الفنتي. انت يا ايه يا صفصف؟ جنني يا فراوله، طهقني في عيشتي وقرفني. ليكي حق، شندويلي ده يطفش بلد. هو فاكر ايه؟ انه لما يحط الباروكه بتاعته هو كده هانسم والبنات كلها تجري وراه؟ مع ان قرعته لايقه عليه اكتر بكتير، بس تقولي ايه بقى، فاكر نفسه شاروخان. طب اعمل ايه اكتر مني؟ قلت له بصريح العباره احنا مش هنتنين نرتبط يا شندويلي. انا والله اتكلمت معاه واديت له جامد في دماغه، بس مفيش فايده، واضح الصراصير اللي في دماغه مسيطره عليه. يعني خلاص كده هيفضل يلحقني في الرايحه وفي الجايه مش هعرف اعمل معاه حاجه؟ لا طبعا يا بنتي، امال انا رحت فين؟ قولي لي بس وانا هتصرف معاه. ما انتي مش دايما بتكوني موجوده يا فراوله، سبيشالي بقى الفتره دي، شكلك مشغوله قوي. ان جيت الحق انا فعلا مشغوله، بس انا هقولك تعملي ايه. هددي. تفتكري هيوقفي؟ الصنف ده ما بيجيش غير بالتهديد. يا رب. معلش بقى يا فراوله مغلباكي معايا. هي جت عليكي انتي؟ بصراحه انا كنت فاكره ان انا دكتوره نفسي واعرف اعالج نفسي، بس واضح ان الدكتور ما عرفش يعالج نفسه. بتقول ان احساسك بالوحده قل بكتير، مع اني دلوقتي فعليا لوحدي معظم الوقت، قاعد في العياده بعيد عن والدي. احنا عايزين نتفق ان الاحساس بالوحده شيء والوحده الفعليه شيء تاني خالص. المهم انت جواك حاسس بيه. لا حاسس بهدوء وسكينه، مفيش الدوشه والزحمه اللي كانت موجوده قبل كده. باين عليك، واضح ده ان اثر بالايجاب على كل اللي حواليك. مظبوط مظبوط، علاقتي ببنتي اتحسنت وبطليقتي كمان. اعتقد ان احنا في منطقه مش بطاله. ما بتفكرش ترجع؟ لا لا لا، احنا علاقتنا انتهت بافضل طريقه ممكنه، وفي علاقات لازم يتحط لها نقطه في اخر السطر. طب وفراوله؟ بلا فراوله يا دكتور. قول انت بقى، عايز اسمع منك. والله مش عارف، شويه نقرب شويه نبعد. يعني تقدر توصف علاقتكم بيه؟ اقدر اوصفها اتس كومبليكيت. ممكن تتطور؟ انا مش عارف والله يا دكتور، بكدب عليك لو قلت لك عارف. صراحتك معايا ومع نفسك مدهشه، لازم اعترف ان احنا حققنا انجاز كبير قوي. مش بتعالج مع دكتور بهجت صبري؟ طبعا لازم الانجاز يبقى مذهل. انت ما كنتش هنا عشان تتعالج يا ابراهيم، انت مجرد بس سمعت نصيحتي وطلعت الغضب اللي جواك وجديت. انت كنت دكتور نفسك يا ابراهيم. دي نفس كلمه فراوله. يعني فراوله طلعت فاهمه ايه؟ في حاجه ولا ايه؟ في حاجه. ايه يعني هتفضل باصص في التليفون يعني مش هتتكلم معايا شويه ولا ايه؟ انا كل ده مستنيك تفتح كلام وانت ولا الهوا، فيعني لازم انا اللي اتكلم. ايه
عدى اسبوعين يا صفوت بدل الاسبوع اللي انت طلبته مني، ولا شفت حاجه في الشغل ولا في اي حاجه. طب ايه، هنفضل مكملين كده الى ما لا نهايه؟ بشتغل يا ستي بشتغل والله، ما لازم الحاجه تاخد وقتها عشان تطلع مستويه مش نص سوا. وايه اللي مستويه مش نص سوا؟ احنا واقفين مستنيين صينيه مكرونه قدام الفرن، ده شغل يا صفوت وعايزه اشوف نتيجته في ايه. اه ده احنا هنبدا نتريق بقى ونستخف دمنا. والله حق ان انا اطمن يا صفوت. طب على فكره بقى، انت كده جبتي اخرك معايا يا بنت الناس. انا دي تاني مره تقولي لي يا صفوت مش يا صفصف، كل شويه الدلدقه في الكيمياء وانا اللي المها. لا كده ستوب بقى كفايه. وانت بتتكلم بجد ولا بتهزر ولا ايه؟ هو ايه اللي دخل ده في ده، في الهزار، في الدلع، في دلدقه الكيمياء، في الزغزغه؟ انا بتكلم في شغل، ما ترد عليا من شغلك. لو انت ما عندكش حاجه تقولها دي حاجه تانية. لا انا مش هستحمل انك تخونيني كل شويه، وحذرتك اكتر من مره على فكره. انت على فكره لو شفتيني بسرقك بعينيكي المفروض تكدبي عينيكي وتصدقيني انا وتثقي فيا. لا والله. اه والله واضح ان التخوين على فكره طبع فيكي. لا لا ده هيبقى صعب جدا، لو كده يبقى كل واحد فينا بقى يشوف حاله ويشوف طريقه احسن. انت بتهددني يا صفوت؟ هو ايه اللي تاني؟ اه تاني، انت عمال كل شويه تشاور لي كده، هو احنا في ايه ولا في ايه؟ انا دلوقتي بكلمك في الشغل، ما ترد عليا من الشغل. انت بتتلكك بقى، دي حاجه تانية. انا لا بتلكك لك ولا تتلككي لي، دي اخر مره تشوفيني فيها يا ساميه. والمشروع اللي مش عاجبك ده هتندمي لما تشوفيه بيطلع للنور، وهتندمي ان احنا مش مع بعض. سلام يا ساميه. عايز اشوفها. اهدى بس اهدى. اهدى ايه؟ العفاريت كلها بتتنطط في وشي، مش شايفه وشي؟ هجيبها لك حالا. هي فين؟ هي فين؟ عايز اشوفها. مش ماشي الا لما اشوفها. انا هنا. فين؟ انا هنا. حضرتك اهدى بس خالص واحكي لي كده ايه اللي حصل. خسرت الدوري ومشيت من النادي وما مسكتش المنتخب والعفاريت بتتنطط في وشي. طب اهدى بس، حضرتك اول لما جيت لي انا قلت لك انا ماليش في الكوره ولا ليا في العفاريت. اللي عندك ده عمل سفلي، صح يا استاذ الطويل ولا ايه؟ بتمضي ليه؟ وقلت لي اشتري حجاره وضيعت راس مالي كله على الحجاره. عشان دويلي ترجع للكابتن فلوسه على داير الملين. انا بس عايز اسال سؤال، يعني هو حضرتك خسرت 8 كنت بتلعبوا باسكت؟ لا كنا بنلعب بلي حضرتك. ومين الأخر؟ حلك عند الشيخ علاء الدين، ده بتاع الأعمال السفلية والعلوية، يعني بس لما تروح له ما تقولوش إنك أنت من طرفي، يعني هو هيحل لك كل مشاكلك. قبل الحل، وشي ده أعمل فيه إيه؟ هو هيصلحهولك. هو يصلحولي؟ آه. وهيمسكني المنتخب؟ هيمسكك المنتخب. متأكدة؟ متأكدة. ولا دينا صبايا جديدة؟ لا 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 لا، تعالى بس معايا أنا هديك عنوان، اتفضل. ماشي. اتفضل. يلا يا أستاذ شندوي. شاي، قهوة، إيه حاجة ساعة، عصير. ازيك يا ست منصورة؟ الله يسلمك. في حاجة حصلت ولا ايه؟ الصراحة اه. خير؟ مش خير، أنا خايفة على فراولة قوي. فراولة ماشية في سكة آخرتها وحشة، ومهما بقى حاولت تبين لك إنها مش محتاجة لك ولا محتاجة منك أي مساعدة، فلازم تعرف بقى إنها محتاجة لك دلوقتي أكتر من أي وقت فات. والله أنا حاولت أساعدها، بس اساعدها ازاي وهي حاسه ان هي ماشيه في طريق صح؟ ما بتطلبش مساعده. عمرها ما هتطلب منك مساعده، عشان هي دي فراوله. من وهي قد كده بتعتمد على نفسها، ما بتطلبش من حد مساعده خالص. فراوله اتربت مع اب طول عمره كان بيستغلها هي وامها الله يرحمها، وعمرها ما قصدته في اي حاجه الا وخلي بيها، فخلاص اتعودت بقى انها تعتمد على نفسها وتحل كل مشاكلها لوحدها، فمش هتيجي دلوقتي تقول لك ساعدني. ايوه ايوه عندك حق. طلع نصاب محترف، اتقبض عليه مرتين واتحبس سنتين في سنتين، وناس كتير مقدمه فيه بلاغات انه نصب عليهم وخلع زي كده بالظبط. عارف المشكله في ايه يا شندويلي؟ المشكله ان انا كنت عارفه كل ده، بس عملت نفسي مش واخده بالي، عشان كنت هموت على الاحساس اللي هو حاسسه. كان نفسي احس قوي ان في حد مهتم بيا وبيحبني وشايفني حلوه. انت تستاهلي يا اساس، اصبري بس وان شاء الله ربنا هيعوضك بالاحسن منه. لا احسن ولا اوحش، انا خلاص قفلت معايا قوي كده، واصلا ما سابش جوايا اي حاجه اقدر اديها لاي حد تاني، موت كل حاجه عندي. انت بتقولي بس كده من صدمتك، ياما دقت على راس طبول. هترجعي احسن من الاول وهتناكفي في الدنيا والدنيا هتناكف فيكي.
واذا كان يا ستي على الفلوس اللي خدها مني. فلوس ايه؟ الفلوس اللي بتتكلم عليها حرام عليك، ما تكملش عليا بقى انت كمان. انتوا كلكم فاهمين ان انا كل اللي فارق لي الفلوس. طب وكسره قلبي، كسره قلبي اللي ولا فلوس الدنيا كلها تساويها، اعمل فيها ايه؟ ما تخليش عيل هالفوت زي ده يكسرك، انت اقوى من كده يا اساس. ده اللي انتوا فاكرينه، كلكم فاكرين ان انا قويه وجامده، بس هو جه على نقطه الضعف اللي عندي وداس، داس بالجامد قوي، موتني. انا اكتر حاجه مجنناني انه ما شافش ولا حاجه فيا غير الفلوس. شافني شويه الفلوس قال لك انهب منه قبل ما اجري. طب ايه؟ مفيش ولا موقف عملته معاه خلاه يقول لا اتغير، دي بنت غلبانه ما اذيهاش قوي كده. وده معناه ايه؟ ان انا هعيش حياتي كلها محدش هيحبني، محدش هيشوفني غير فلوس ومصلحه. يا اساس الدنيا مليانه ناس كويسه وحلوه، انت بس حظك اللي وقعك في واد منيل بستين نيله. حظي اسود ومهبب، انا مش عارفه حظي ده يتعدل امتى. وخلاص الوقت والعمر بيجروا وانا كبرت عشان داويه. كان نفسي قوي اتجوز واخلف، انا خايفه ما اخلفش. اوه ما تندمينيش بقى يا اساس اني دورت وراه. لا ما تقلقش، خلي ضميرك مرتاح، هو ما كانش مستنيك. هو عمل عملته والباشا رماني دبلتي في وش الناس كلها وهزقني قدامه. يا ست ألف بركة في 60,000 داهية، والحمد لله إن ربنا كشف لك حقيقته قبل ما تتجوزيه ولا تخلفي منه عيل. والله العظيم قضى أخف من قضى. ألو فراولة، حصل؟ وإيه اللي حصل؟ اللي كنت بتدور عليه لقيته. بتتكلم بجد؟ الله، وانا هعذر يا بنتي ولا ايه؟ طب خليك مكانك، ما تتحركش، انا جايلك على طول. وانا مستنيك يا بنتي، مش هتاخر. يلا سلام. مع السلامه، مع الف سلامه. ما اشوف بقى ايه الحاجه الناشفه اللي تحت دي. اوعى كده. حاجة يا بابا اللي قلت لي عليها؟ اه يا ست البنات اتفضلي. حجر اسود، علبة ملفوفة في قماشة بيضة، ده اللي كنت بتدور عليها؟ طب ما لقيتش معايا حاجة تانية؟ كم مسخيط من المسخيط الصغيرة كده. مكانك يا شباب، اردموا عليا، اردموا عليا، اردموا عليا. والله يا باشا ما عملنا حاجة، والله العظيم يا باشا ما عملنا حاجة. ايه رقصة التنين اللي انت عملت رقصة دي في وسط الناس بفستانك اللي انت لابسه ده؟ خلي بالك الناس دي هنا ما عندهاش رحمة. أمارس الذمة لوحدها طاقة زحل ستخرجنا من هذه الورطة. زحل مين بس؟ احنا ورا الشمس دلوقتي. بمؤاخذة يا استاذ، خلي زحل يطلعنا من الورطة اللي احنا فيها دي. ابعد يلا، ابعد يلا، ابعد، احترم نفسك وابعد عنه. اهو بعدت اهو. متخافش، اوعى تترقب من الاشكال دي، انا اتسجنت قبل كده وجيت هنا وفاهم الجو ده كويس. قولي لي يا فريال، كنتوا بتعملوا ايه في البيت اللي انتوا اتمسكتوا فيه؟
انا اشتريت البيت ده وكنت بعمل فيه شويه ترميمات. كنتوا بتعملوا ايه في البيت اللي انتوا اتمسكتوا فيه؟ حضرتك ده بيت صاحبتي عادي، وانا كنت معاها عشان خاطر كانت عايزه تعمل شويه توضيبات وتشطيبات بس. والله بترمميه وبتعملي شويه توسعات ولا بتنقبي عن اثار؟ لا حضرتك، اثار ايه، انا بشتغل في الطاقه، انا ماليش علاقه بالاثار. امال التماثيل اللي لوها عندك في البيت دي بتاعت ايه؟ ما اعرفش عنها حاجه. معاكوا بقى تصريح من الحي على كده؟ لا انا معرفش في تصريح ولا لا، بقول حضرتك ده مش بيتي. وايه حكايه التماثيل اللي لقوها عندكم جوه؟ والله العظيم ما نعرف عنها حاجه، واكيد التماثيل دي كانت موجوده قبل ما فراوله تشتري البيت اصلا. احنا حضرتك غلابه من نزه. معاكي تصريح بقى من الحي على انك ترميم البيت والتوسعات وكده؟ لا ما انا قلت يعني انا بوضب بيتي، هجيب تصريح ليه؟ بس لو حضرتك محتاج تصريح خلاص انا هجيب تصريح، مفيش مشكله. اشتريتي البيت ده ليه في ريال؟ هقول لك السؤال بطريقه تانية، واحده زيك في مركزك وشهرتك ايه اللي يخليها تشتري بيت زي ده؟ زي ما قلت لحضرتك كده، انا بشتغل في الطاقه. انا لما اخترت اشتري المكان ده لاني لقيت المكان ده كله طاقته ايجابيه، فممكن اعمل اصلاحات كتيره قوي كونيه. فانت اشتريتي البيت ده وبتوضبيه وبترمميه عشان تنقذي العالم من الكوارث. بالظبط كده. والراجل الياباني ده بيعمل معاكي ايه؟ لا حضرتك مش ياباني، هو صيني، وهو شريك في شركه زين. في واحد اسمه علاء الدين صاحب البيت مقدم ان انت اشتريتي البيت دوت لما عرفت ان تحتيه اثار وابتديتي تحفري على الاثار. لا حضرتك، انا اشتريت البيت من واحد اسمه مغاوري، والعقد بيقول كده. علاء الدين صاحب البيت ومقدم صوره من العقد مع البلاغ. والله بقى مغاوري علاء الدين، انا قلت لحضرتك ايه الاسباب اللي خلتني اشتري البيت ده؟ قول لي يا مرزوق، ايه علاقة بنتك بالشيخ علاء؟ وما سبب تواجدكم في المكان سالف الذكر؟ الشيخ علاء، قصدي الجدع اللي اسمه علاء ده، باشا ده راجل ضلالي وما يعرفش ربنا. انا اتخدعت فيه وخدع ناس غلابة كتير، وانا اللي غلطان يا باشا. انا اللي عرفته على بنتي وفي الاخر طمع فيها وعايز يتجوزها. بنتي رفضته يا باشا، رفضته عشان اعماله، وانا كمان رفضته. فراولة بنتي ملهاش دخل بأي حاجة حصلت يا باشا. أنا اللي شرط عليها حكاية ترميم البيت دي، هو ما كانش في دماغها خالص. أنا السبب يا باشا، مسؤول عن كل حاجة. تلاتة بالله العظيم تلاتة، فراولة غلبانة مليها في أي حاجة يا باشا، أنا المسؤول. فراولة يا بنتي، ما تضايقيش نفسك وما تشغليش نفسك خالص. إن شاء الله بإذن الله ربنا هيكبر بخاطرك وتخرجي منها على خير. أنا قلت للباشا اللي جوه إن أنا المسؤول عن كل حاجة. إيه يا بنتي ده؟ إيه الدموع دي كلها؟ والله العظيم صدقيني مفيش حاجة مستاهلة، بس أنتِ لسه هتعيطي يعني. وأنتِ اللي مرتبطة بيه ده اسمه بيبتدي بحرف الميم؟ أها. مازن ماهر. ماهر. هو ماهر؟ ماهر؟ أها. الواد ده متقلب. بين له برج الجوزاء صح؟ ايوه هو الجوزاء مجنني. اه في حته عين عندك في الفنجان، حتى بصي واحده عامله فيها صاحبتك وبص عليه. ممكن تقولي لي اسمها ايه بليز؟ لا هو اسمها مش مكتوب، بس انا ممكن اوصفها لك. هي اطول منك شويه، شعرها محمر ومزه كده بنفسها، وهي بتمشي كده، عارفه بتعمل كده، فاهمه؟ فهماني يعني، يعني لونة يعني. المهم نصيحة مني، خليه معاكي كده، خديه على قد عقله، فوتي حاجات، أصل الراجل ما بيحبش الست الزنانة، ما تزنيش. طب تربطه بسلسلة من رقبته أحسن. لا يعني مش للدرجة دي، بس طيب أنا لازم أمشي يا بنتي. أكمل لك القراية؟ مش عايزة. مش عايزة ليه بس؟ هي أميرة استني بس. خلاص والله العظيم لو كانت اتكت عليا شويه كنت قلت لها اسم صاحبتها اللي في الفنجان اللي كانت قاعده جنبها. يا فراوله لا ما تقعديش تبصي لي كده، انا ما جبتش حاجه من عندي، هم اللي طلبوا، وبعدين اللي يجي على فراوله ما يكسبش. حلو القلم كده ولا تجيبه البوكس؟ حلو ايه يا عروس، هو انت بتضربي ابن اختك على ايده؟ انا عايزه القلم ينزل على ودنه يسورها. وانت يا عريس مش هتفضل حاطط لي ايدك على خدك كده، لا انت كاي راجل مصري شرقي اصيل، اول ما هي تلطشك بالقلم تقوم قايم على طول وتشوف
لا تشهب القلم ورامي عليها اليمين. طبعا امها هتتضايق، انا هدخلها لك على طول. اول ما تشوف امها تروح واكلها بالنص ورميها على الارض. الفرح يولع ويبوظ، ومبروك عليكم الترند. بس انا جاي اتجوز مش هتهزق. معلش يا عريس بقى، ما انت قابض. وبعدين الترند ما بيلزقش في حد، ده يومين وبيتنسي، انما الفلوس هي اللي بتفضل. طب والفرح اللي هيبوظ ده؟ معلش هنعمل لك فرح تاني غيره، وعليه شهر عسل كمان هديه، بس طبعا بعد ما نخصم نسبتي. قلت لك اسهر جيب من الاخر. ليه هو كان مشكك فيا ولا ايه؟ لا يا عريس سوري، انا ساميه سوشيال ملكه الترندات، انا وبلا فخر بقوم ترندات من قبل ما انت لا مؤاخذه يطلع لك شنب. حقك علينا يا ستنا والله، اللي ما يعرفك يجهلك. لا لا عادي ولا يهمك، بالرفاق والبنين يا عريس. تفضل مستر يان. كمل. ويلكم everybody، خوانج يانج يا مستر يانج، يعني اهلا وسهلا بك بالصيني. انها ترحب بك مستر يانج. سوف تترجمني من الصيني يا شندويلي؟ اسف معلش ما خدتش بالي. بس حضرتك نورتنا وشرفتنا والله. اعتقد ان سيد شندويلي قد اخبرك بنبذه قصيره عما نريده منك، ولكني كنت مصرا على القدوم بنفسي لرؤيه كل شيء يا مدام اكس اكس. لا حضرتك، هو انا انسه مش مدام، واسمي انسه اس اس مش اكس اكس. وبعدين مين دي اللي اكس اكس؟ انا سمول حضرتك. سوري اس اس. ايوه كده، شايف اس اس طالعه من بقك زي العسل ازاي؟ واحنا وعد مننا هنشيلك جوه عنينا، لانك بجد شرفتنا ونورتنا في الشركه المتواضعه، واوعى يغرك صغرها، بالعكس ده يوضع سره في اضعف خلقه، لان الشركه دي وبعون الله بدوسه واحده بس كده بنحرك الدنيا كلها تجاه اي حاجه، مجرد ما ننزل اي كلمتين في بوست او فيديو حتى متصور بكاميرا موبايل. هل لديك خبرات في تسويق المنتجات؟ طبعا يا فندم، ده انا مجهزه لحضرتك برزنتيشن. ثانيه واحده ثانيه واحده. تفضل مستر يان. اتفضل حضرتك اتفضل، المكان مكانك. ابتدي حضرتك بايه ولا بايه؟ دي مقله عاديه جدا. افتتاح المقله الطبيعي عباره عن ايه؟ فرع نور عبيط جدا وشويه لب بتوزعه على الناس. بالظبط، بس الكلام ده مش عندي، مش عند اس اس. انا بقى جبت الدنيا كلها ومليتها دباديب. عارف الدباديب الكبيره دي اللي بتبقى قدام القاعات؟ ايوه الغوريلا اللي هي بتعمل كده دي. لا لا، الغوريلا دي بترعب الاطفال. انا جبت دباديب، اصل انا اصلا اللي مدخله الدباديب مصر. مليت الدنيا دباديب، وقلت للناس ان اللي هيحضر الافتتاح تامر حسني، على انه يعني شريك في المحل. وطبعا ما جاش. مش مهم، المهم على ما الافتتاح خلص كان اللب خلص قبله. يا لها من افكار مبدعه وخلاقه. هو لسه، هو حضرتك شفت حاجه؟ المهم يا ساميه اسعارك تكون حنينه. لا هو انا عامله لكم بقى عروض بالاسعار، وانتوا يعني طبعا تختاروا اللي يناسبكم، بس انا متاكده ان الغالي ما بيختارش غير الغالي. ولكني طمعان في اكثر من ذلك. نعم، اريدك ان تعملي معي بشكل حصري يا اس اس. بالعربي اريد شرائك بالمكان بالعاملين فيه، ما رايك؟ ها، اديني فرصة افكر. هوصل اهو. صباح الخير، ايه القعدة دي؟ لو سمحتوا كل واحد على مكتبه، اتفضلوا، شكرا على الاستقبال. ومحدش شاف حاجة ومحدش سمع حاجة. الموضوع كله ان انا خرجت على ذمة التحقيق، والموضوع كله دلوقتي بين ايدين النيابة والمحاميين، يعني بين ايدين العدالة. وكلها بلاغات كيدية، يعني انتوا مالكوش أي علاقة بيها. ولكن أصحاب المكان الأونرز المحترمين أصروا ان انا أفضل في منصبي، وبناء عليه كل حاجة هتفضل زي ما هي. أما أنت وكتاكيت تعالولي تعالولي. كفرة يا مستر جني، قصدي حمد لله على سلامة حضرتك. صاحبتكو فين؟ صاحبتنا مين؟ فراولة في ريال يا أختي. والله ما نعرف هي فين ولا لينا أي علاقة بيها. والنبي إيه؟ أنا بقى هصدقكو، أنتوا شلة من زمان وأنا عارف كل حاجة. هي فين؟ هدي دعاوي كيدية زي اللي متقدمة في حضرتك كده. طب أنتوا بلغتوها إن أنا عايزها ترجع عشان أديلها اللي ليها عندي؟ ورفضت. فكك منها بقى. طيب بلغوها تاني، لو رجعت انا هعينها في منصب اعلى من منصبها، وهديها مرتب اعلى من مرتبها. ده بجد ولا كمين؟ كمين؟ لا بجد، المره دي بجد. انا حاسس ان انا ظلمتها، وانا من ساعه ما ظلمتها ما بنامش الليل الا دعوه المظلوم يا ولاد، الا دعوه المظلوم، الا دعوه المظلوم. يا مفهوم حضرتك. ايوه طيب، لو انتوا بتعزوني بجد وبتحبوني قولوا لها ان انا مستنيها عشان انا راضيها. ماشي. طيب حضرتك اتفضل على مكتبك واحنا هنصرف. بقى هكلمها خلاص. خلاص.
ايوه ايوه فراوله بيضلك في القفص يا ستي. افتح الاسكت. هي الاخبار لحقت توصل لكم؟ ايه ده، هي الاخبار كمان وصلت لك؟ طب بقول لك ايه، مستر جندي عايزك. مستر جندي عايزني؟ هو ليه هيطلع من الحبس؟ امال انت بتتكلمي عن اني اخبار يا فراوله؟ لما اشوفكم ابقى احكي لكم. في حاجه ولا ايه يا فراوله؟ قلت لكم لما اشوفكم ابقى احكي لكم. طب والراجل اللي عايزك ده نقول له ايه؟ حبيبتي قولي له اللي يجي على فراوله ما يكسبش. طب بقول لك ايه، كلام في سرك؟ كلام في سرك؟ مستر جندي عايز يقابلك ويديكي كل فلوسك المتاخره، وعايز كمان يعرض عليكي مرتب اعلى من اللي انت كنت بتاخديه. كلام في سركم بقى، انا ولا عايزه اسمع اسم ولا اشوف وشه، مفهوم؟ انت لقيت شغل تاني ولا ايه؟ رب الكريم وبيرزق. بقول لكم انا مستعجله بقى، لما اشوفكم ابقى احكي لكم وعندي مفاجاه ليكم. يلا سلام. سلام 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 سلام. ده حجر عقيق مع جاسبر، بيجذب السعاده وبيزود قوه الابداع عند البني ادم، واكيد انت محتاجاه. انا شيخه، وده بقى ممكن يخليني امشي كمان؟ يعني مش عارفه بالنسبه للمشي، بس بصي لو علقتيها على الحيطه كده عندك في الاتيليه او في البيت اكيد هيعمل لك حاجه. اكيد طبعا. ده بقى اللي كان مخوفك من الشغلانه؟ لا انا ما كنتش خايفه، انا كنت قلقانه علشان ما كنتش فاهمه فيها، بس دلوقتي ابتديت افهم. يعني كملي بقى جميلك، كلمي كل اصحابك ومعارفك وبعيلهم. اشتري مننا؟ اشتري منك انت؟ لا انت تبيعي لهم عشان انا اكسب وانت تكسبي، وهم لما هيبيعوا انت هتكسبي. انا تهت منك، دي طاقه ولا بيزنس؟ يقول مستر لي. ماذا يقول مستر لي؟ يقول مستر لي انها طريقه تسويق جديده اسمها منه فيه، يعني انت لازم تشتري عشان تعرفي تبيعي. ارسم لك الشجره لو مش فاهمه؟ لا ما فهمتش بصراحه، ارسميني الشجره اتفضلي. مش فاهمة الشجرة دي. مش فاهمة ايه؟ يعني هتكسبي فلوس وانتي قاعدة في بيتك ملكة متوجة، ولا زبونة رزلة ترخم عليكي، ولا تمقعي عينك في إبرة. كفاية شقة بقى يا منصورة، لو عايز تشتغلي اشتغلي، بس تشتغلي بمزاجك. ومن امتى بقى السما بتمطر فلوس؟ اهي فرصة وجت لحد عندنا يا ستي، قولها لأ ولا نمسك فيها. مش عارفة يا فراولة، يعني أنا كنت فاكرة الشغلانة دي حاجة كده بنفهم فيها، يعني بيع كده في مول كبير يعني، فهمني؟ يقول مستر لي انها طريقه تسويق جديده اسمها منه فيه، يعني لازم تشتري مننا عشان تعرفي تبيعي، عشان تبقي من فريق البيع بتاعنا. انت عارفه دول ادوني شهرين مقدم من مرتبي، دفعت بيهم ايجار البيت وقسط العربيه. معايا بقى ولا مش معايا؟ طالما منه فيه يبقى معاك يا فراوله. منه فيه حتى ممكن تاخدني. هتحس بحاجة دلوقتي، امسكها في ايدك هتحس بطاقة. هدوء، بابا هيترشق من جنابه عشان التلاجة اللي لسه ما جاتش. انا مش قادر افهم ايه سر اهتمام عمو بالتلاجة، ما انا ما جبتش البوتاجاز، ما سالش عليه ولا مره. هو انت هتتلحلح امتى وتخلص الاجهزه اللي عليك كده؟ كتير على فكره. انا بتلحلح اهو يا ساره، اجيب منين يعني؟ تجيب منين؟ يبقى انت مش شاريني يا هدهد. ما انا يا هشتريك يا هشتري التلاجة. ايه خليك في التلاجة يا خفيف. يا حلاوه، بقيت النايبه بتاعته يا فراوله. ايوه بقيت النايبه، اهم حاجه بس ما بقاش خايبه. لا بعد الشر خايبه ده ايه، لازم ابخرك. لا ما تبخرنيش ولا حاجه. شايفه الخاتم ده؟ مستر ليه ادهوني هديه وقال ان الحجره دي هتحميني من العين. ربنا هو الحامي. عارفه يا فراوله، انا من وانتي مفعوصه قد كده اهو، نظرتي فيكي ما خيبتش ابدا. كان قلبي حاسس ان هيبقى لك مستقبل كبير، هيبقى لك شنه ورنه يا فراوله. اقول لك ان انا لحد دلوقتي نفسي مش مصدقه اللي انا فيه. مع اني انا بصي بعت له شويه مبيعات حلوه، بس الدور الباقي بقى على تحتيه في الشجر. زي ما قلت لك. ايوه ايوه، ان شاء الله الخير هيجي على ايديكي كده كتير كتير. يا رب. تعالي بصي. ايه؟ صلحت فانوس العربيه اهو، رجعت جديده نومي. ايه ده؟ كانك لسه شارياها. ربنا يا رب يبارك لك فيها ويكفيكي شرها. يا رب. مبروك يا فراوله. البت طلعت ميه من تحت تب، مش سهله خالص، مع ان ما يبانش عليها. ما هي لو بان عليها ما تبقاش سهنه ولا ميه من تحت تبني يا شندويلي، ده انا ياما
يا مريء ايداني شف وانا حذرك منها وانت ما كنتش مصدقني. تصدق عندك حق. لا ومسميها نفسها فراولة وهي حتة فريال ولا راحت ولا جت. معلش. لا مش معلش، انا اعرف الراجل الصيني من قبلها وكان المفروض يلاقين انا كمان. وبعدين بقى؟ ولا قبلين، البت دي ما طلعتش سهلة خالص، لازم اخد بالي منها كويس. انا قصدي وبعدين في سيرة فراولة اللي انت عرفنا بيها بقالك ساعة دي. بقالي ساعة بقول اني متضايق منها ومش طايق سيرتها. لا ما هو ده معناه انك بتفكر فيها، انك مهتم بيها، انها واكلة دماغك انت كمان. وبعدين بقى في غيرتك اللي تزهق دي، مالك في ايه؟ انا هقوم اعصر لك مانجا، اصل الفراولة اللي في التلاجة حمضانة. طب مني يا باشمهندس ايه الاخبار؟ كل حاجة بقت تمام؟ كله تمام يا استاذة سامية، خلاص يعني السوفت وير بتاع الجهاز ده تقريبا خلاص كده خلص وبينزل، والاجهزة التانية الهارد بتاعها كله زي الفل، مش محتاجة اي حاجة. طب لما كله تمام امال انت مالك زعلان كده ليه؟ لا لا انا تمام، انا كمان زي الفل، مفيش اي حاجة. لا زي الفل ايه ده، واضح ان في حاجة مزعلك وحاجة كبيرة جدا. يلا اتفضل احكي لي، هي دهانات الرزق ما جابتش معاك نتيجة؟ نفس عميق واخرجيه بهدوء واغلق عينيك. ماذا ترين يا فراولة؟ السواد بعد عنك. حولي وانظري. انظر ازاي؟ معلش انا عيني مقفولة مش فاهمة. بالعين الثالثة، عين الروح، تعرفيها؟ اللي اعرف ان الحاجات الحلوة دايما بتجيلي بطلوع الروح. عين الروح هي التي ستدفعك للارتقاء في المستويات العليا. اترقى اكتر من كده ايه يعني؟ انا خلاص اترقيت، بعد كده هاجي مكانك بقى. بداخلك طاقة كامنة، اذا احسنت استغلالها فستصبحين من اهم معالجين الروحانيين، وستقدرين على ازالة اي اثار سلبية من الجسم الاسير. لا انا كده بجد اتلخبطت. ما هو انت يا اما بتاكل بعقلي حلاوه، يا اما انت شايف فيها حاجه انا شخصيا مش شايفاها او مش فاهماها او ترفضين رؤيتها. ومع الوقت والتدريب سوف ترتقين في مراحل العلم السبع حتى تصلي الى مرحله لم يصل احد اليها من قبل. ودي اوصل لها منين بالظبط؟ الطريق من قلبك يا فراو، وسوف يساعدك على ذلك الحجر الاسود. لا معلش ايه ده كمان الحجر الاسود؟ هذا موضوع كبير، دعيها الوقت. والآن اغمضي عينيك وخذي نفس عميق. ركز بقى الماتش اللي جاي، وعايزينك ان شاء الله يعني تهدف وتجيب جون واتنين عشان نخرج من الازمه اللي احنا فيها. حاضر يا كابتن، ان شاء الله هنكسب. وموضوع الفلوس ده ما تقلقش، ان شاء الله هنحله مع رئيس النادي باذن الله. دكتور ازيك يا دكتور؟ صحتك؟ مؤمن الهداف بتاعنا؟ اه طبعا مؤمن. اللي مضيعنا ازيك؟ روح خلاص خش بس. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. اخبار الاختبارات ايه؟ الحقيقه مش تمام. ليه كده؟ بتصدمني ليه على الصبح يا دكتور؟ لا الحاله النفسيه للعيبه سيئه، واضح ان هم تحت ضغط نفسي سلبي جدا. ليه بقى؟ هم اغلبهم بيشتكوا من وضعهم المادي والمعنوي. ما هو المادي ده في كل انديه مصر بتشتكي من الحاله الماديه، يعني دي مش غريبه يعني، ده الطبيعي. ها ايه تاني؟ لا هي واضح حالتهم الشخصيه العامه مأثره كمان على ادائهم في الملعب. يعني ايه مثلا؟ يعني اجيب لهم عدويه اغني لهم، ولا اقول لهم حددوا قبل النوم، ولا يعني نعمل لهم ايه عشان نخرج من الحاله دي؟ خير في ايه؟ قولي لي بالراحه كده ايه اللي حصل؟ ابوكي كان هنا وقال ايه؟ طالب تحن عليه وتسمعين، بيقولوا انه مديون للشيخ اللي اسمه علاء الدين ده، والشيخ طلب منه الدين وهو بقى معهوش يدفع. انا مش مصدقه ان احنا عايشين القصه دي تاني، ديون والشيخ علاء الدين. عمان بصي انا هبعت له فلوس عشان يبطل يقرفنا، ما تقلقيش. يلا سلام. احنا عندنا مشكلة يا جماعة. خير يا فراولة؟ في ايه؟ مستر يانج اختفى. لا مستر يانج ما اختفاش، مستر يانج طلع الصين علشان يجيب البضاعة بنفسه، وهو بس ما رجعش، بس هو هيرجع ان شاء الله. بس برضه مش هي دي المشكلة. المشكلة ان احنا مضطرين نأخر المرتبات والعمولات لفترة زمنية. معلش بس الفترة الزمنية مدى اللي هو قد ايه؟ المدة يعني؟ لا مش عارفة بالظبط هي ايه يعني، مش عارفة.
يا نهار اسود. طب وعمولاتنا؟ طب يا جماعه وعمولات الناس اللي تحتينا في الشجره ايه نظامها؟ بالتبعيه هتتاخر هي كمان. التبعيه والجوازه هتتاخر هي كمان. بالتبعيه هتتاخر هي كمان. طب ومستر يانج ده هيجيب البضاعه منين واحنا هنجيب البضاعه دي منين؟ يا جماعه هتهدوا علينا في ايه؟ ايه كل الاسئله دي؟ ما اللي هيسري علينا يسري على كل الناس. انا قلبي مش مطمن. لا الا قلبك انت يا طويل يا فرع. اهدى على نفسك يا حكيم مش وقته. خلونا نتكلم في الجد شوية. احنا في الظروف الصعبة اللي زي دي كلنا لازم نقف جنب بعض ولازم كلنا نكون ايد واحدة. واللي مش هيكون معانا واللي عايز يمشي اتفضل، مش همسك حد ولا اتحايل على حد. يمشي. ايه ده؟ حتى انت يا بت؟ طب ادفعي بقى البوفيه، ها مش شغاله سف وخلاص. مش كله. لو حضراتكم كمان عايزين تمشوا وتسيبوني اتفضلوا، الباب يفوت جمل. ما تلوميش عليهم يا فراولة، ما تاخذنيش يعني، لولا العشره كنت خدت مشير احنا كمان وهبقنا. يا اندال، وانا اللي كنت فاكراكوا ولاد الشركه. الشغل شغل يا فراولة، وبعدين ما تنسيش انت يوم ما جندي ما ادالكيش حقك انت سبتيه ومشيتي برضه. انت هتقارنيني بجندي؟ جندي ده نصاب، لكن انا بس ظروفي صعبه. وهو يانج ده يعني ابن خالتنا اللي هاجرت زمان الصين؟ ما تنحريش في قلبك يا فراوله يا حبيبتي على الفاضي، ان شاء الله الشركه بكره تقوم لها قومه وتبقى شركه قد الدنيا، وكل اللي مشوا دول هيرجعوا يتحايلوا عليك ويبوسوا ايدك ان هم يرجعوا، واحنا ساعتها اللي هنقول لهم لا، بس طبعا هنبقى استفدنا ان احنا عرفنا مين عدونا من مين حبيبنا. انا قاعد معاكم. يعني مش هتهبق؟ لا. والله انا خايفه يطلعوا هم اللي صح. تقولي ايه؟ لا ولا حاجه، بكلم نفسي. لا طب معلش يعني انا بس عايزه اعرف المشاكل الماديه دي ممكن يكون قدامها قد ايه يعني، لان ولا مؤاخذه حتى العشره ليها صلاحيه ولا ايه؟ تتحل امتى يا استاذ شندويلي؟ الله اعلم. طب يا جماعه انا عندي سؤال، عشان انا شجرتي كده بتنهار، الناس اللي مستنيين البضاعه بتاعتهم دي اقول لهم ايه؟ هتيجي ان شاء الله. يا اخوانا ارجوكم احنا مش عايزينكم ولا تقلقوا ولا تتوتروا، باذن الله اسبوع بالكتير جدا والاحجار هتكون وصلت باذن الله. اسبوع بالظبط؟ اسبوع 10 ايام بالكتير قوي، بكتير قوي، والطاقه الايجابيه هتكون عمت في المكان والاحجار جت وكل حاجه. ها بس احنا بعد اذنكم مش عايزين اللمه دي، الله يبارك لكم، بس ممكن تفضلوا بعد اذنكم. تفضلوا. شكرا ليكم. تفضلوا. متشكره لكم جدا 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 جدا. مش خلوني اعدي سكه، بس سكه من فضلكم، سكه. دكتور ابراهيم، كنت عايزه اعتذر لحضرتك على يعني سوء تفاهم اللي حصل المره اللي فاتت، انا كنت بايخه قوي بصراحه. احنا شكلنا هنقضيها اعتذارات ولا ايه يا فراوله؟ يعني احسن نقضيها اعتذارات بدل ما نقضيها خناقات. صح عندك حق. طب ايه اللي غير موقفك؟ ولا ابتديت تفكري اني ممكن لا قدر الله يعني يكون عندي حق؟ لا 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 ما تسوقش فيها، مش للدرجه دي يعني، احتمال بس ما كملش شغلي هنا. معقول؟ طب ايه اللي حصل؟ ولا ده سر؟ لا مش سر ولا حاجه، مش مرتاح بس. يبقى اصلك كويس ومعدنك طيب، ممكن مع الوقت تفهمي خطوره اللي بتعمليه هنا وتبعدي عنه. بص انا كل حاجه بسيبها على الله، انا جيت المكان ده بالصدفه واشتغلت في الشركه بالصدفه، كل حاجه في حياتي بتحصل صدفه. هبقى اجي لك بقى لو ما لقيتش شغل، تدور لي على شغل. طبعا طبعا، لا انا بابي مفتوح لك في اي وقت. اكيد. تنوري. على اذنك. اتفضل. اتفضل. شكرا. على اذنك. وبعدين؟ ولا قبلين. الراجل اختفى ومحدش عارف عنه حاجه. الغايب حجته معاه، يمكن ما اختفاش ولا حاجه. اختفى بقى ما اختفاش، المهم ان هو حطني في وش المدفع. دلوقتي الناس دي كلها اللي دفع عربينا عشان تاخد البضاعه، انا هعمل فيهم ايه؟ انت عارفه لو بلغوا عن الشركه انا ممكن اتحبس. اتفقلي يا فراوله. ما انا كل ما باجي اتفقل والاقي الدنيا بتضحك في وشي، الاقيها غيمت. مش عارفه الاقيها منين ولا منين، من شندويلي ولا مستر لي ولا من ابويا ولا من الحق. ابوكي كان هنا من شويه. تاني؟ ما هو مش هيهدى غير لما يجيب اجلي زي ما جاب اجل امي. كنت مستني لما اجي الشركه علشان اديها لك، بس الظروف معاكسه شويه، سامحيني غصب عني. زمالك القاهره حطوا العنوان الجديد يا استاذ شندويلي. الزمالك هي البطاقه مهمه طبعا يعني، بس كان لازم برضو اطمن عليك وعلى زوز. وهي صحيح اخبارها ايه؟ والله يا فراوله الدنيا مش احسن حاجه، زوزو وقعت قدامي واغمى عليها، وقعدت انا والواد شريف نفوق فيها 3 ساعات.
طب ما وديتوهاش مستشفى ليه طيب؟ مستشفى ايه؟ لا على ايه مستشفى؟ ده المستشفى دي فحوصات وتحاليل واشعاعات، مصاريف على الفاضي. انا جبت لها الدكتور الصيدلي اللي في الصيدليه اللي تحت، ايديه تتلف في حرير، ادالها حقنه بس نايمه بقالها 3 ايام جوه. بتدلع عليك بقى، يعني بتشوف غلاوتها عندك ايه؟ يعني هي مغيباني من الشغل عشان تشوف غلاوتها عندي؟ مش تقول لي يا حسن ان احنا عندنا ضيوف؟ ايه اللي قومك يا حبيبتي من سريرك؟ انت لسه تعبانه ولا عايزه تنتكسي تاني؟ اعمل ايه قدري ونصيبي؟ الحمد لله على سلامتك يا زوزو. الله يسلمك يا حبيبتي. معقول تعبه نفسك وجايه برجلك لحد هنا؟ انت ما تعرفيش غلاوه الشندويلي عندي، ده حبيب قلب الشركه. حبيب قلب الشركه؟ خدي بالك منه، البنات الصغيره اليومين دول ما يحبوش غير الشنب الابيض، لولا بس ان هو متجوز ومخلف ما كانوش سابوه في حاله ولا ايه يا شندويلي؟ ما تهزريش يا فراوله. انا مش بهزر يا استاذ شندويلي. عارفه ان انت مش بتهزري، وعارفه ان حسن فيه الطمع، وكمان عارفه ان الرجاله صنف واحد خاينين، بس اعمل ايه؟ بتهزر والله بتهزر. طب استاذن انا بقى. ما شربتيش حاجة؟ لا، ما انا عندي برنامج يا ريت تتفرجوا عليه عشان تاخدوا شوية طاقة إيجابية. ما احنا خدنا خلاص، تمام، ربنا يبارك فيك. مع ألف سلامة، شرفت ونورت، مع السلامة. بصي جابت لك ايه؟ ده انت حسابك معايا عسير. فراوله، بصي لقطتنا. لقطتنا؟ ما هي بره قوي. الروج بتاعي كمان تحفه شكلها. فراوله حبيبتي. حبيبتي منوره. حمزه جوزي. اهلا استاذ حمزه، اهلا بحضرتك. واس اس طبعا. ازيك؟ ازيك؟ ايه الاخبار؟ حفله شقاوه. مبسوطه قوي، الاجواء حلوه قوي قوي. بص بقى فراوله، شيز ماي بيست فريند اليومين دول، صاحبتي الانتيم انتيم، فعايزه كده اقعد احكي لها حاجات كتير قوي. حبيبتك انا صاحبتي كمان انا الانتيم. ما تتخانقوش يا بنات، طمنيني. انا جوزي في حاله تحسن مش طبيعيه بجد، كل يوم احسن من اليوم اللي قبله. بقى يتمنى لي الرضا ارضى، بقى قاعد مبلط في البيت طول اليوم، ما بيتحركش ما بينزلش، يعني ماشي عدل كده. وبقى بيجيب لي هدايا ايه بدل الواحده، اثنين وثلاثة واربعه. انت عبقريه ما شاء الله. هي هي الجنة يعني. فعلا هي اللي بتعمل كل حاجه، ربنا يخلوني. الحقيقة احسن بنده عليك. طيب فيلت هوم يعني انت في البيت؟ احنا في البيت خالص. تمام قوي. قلبتي وشك كده ليه يا بنتي؟ قلبت وشي عشان الست اللي لسه عارفاها ما شاء الله ظبطت لها جوزها وخليتيه بقى يجيب لها بدل الهديه ثلاثة، وانا اللي صاحبتك مش عارفه تظبطي لي صفوه لحبل وسايباه يطفش مني. تمام، شكرا قوي. طب اهدي بس وانا هظبطها. هتظبطيها تعملي له ايه ان شاء الله؟ هتعملي له عمل قلب الحبيب في 3 ساعات ولا عارفه تعملي لي حاجه؟ قلب الحبيب ايه وزفت ايه يا بنتي؟ انا بتاع الطاقه، انا هرزعه حته سيشن هيجي لك زحف على بطنه. ايوه كده، لازم اسخنك كده. ايوه ماشي يلا. يا اختي لو ما جاش حتى زاحف احنا نتمشى هنا، اكيد هنلاقي شباب كتير نوريهم الطقم واكيد هيقعوا. ده جو امهات في الافراح. ها بس ان شاء الله هتجيبي لي صفوت مش كده؟ ان شاء الله ترزعي السيشن. طبعا. تعالي نقف معاها بقى، نفسي امسك لها السوشيال ميديا بتاعتها. ظبطي علاقتك بيها. ماشي جدا. فراوله هعرفك على صحابي. اهلا اهلا. اس طبعا. اشترك في باقات واتشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.